Elsawi, and he has more than 4 years of professional experience in strategic planning, performance management, project planning, and chemical engineering. He's going to talk to us about processing industries with vast background knowledge. Dr. Sawy is very much convinced of the hydrogen as a renewable feedstock. So, please, Dr. Sawy. Age of renewable كويس والعالم وصل لان الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح دي هتبقى المين سورس اوف انرجي فور ذا فيوتشر اند ميبي ايفن ان ذا بريزنت. بيحل مشكلتها يعني هي دي الموجود الامنس بوتنشال بتاع الطاقة المتجددة. بيقولوا طاقة الرياح دي تكفي تغطية العالم الريليتيف ريكوايرمنت 8 مرات لو استغلتها. الطاقة الشمسية 6 ساعات تكفي تغطية العالم هول يير من احتياجاته من كل الطاقة. وده ديبارتمنت اوف انرجي. كويس؟ فأنا العالم شايف الكلام ده. ومفيش حد يختلف على ان السولار بي في والويند ميل تقدموا جدا. مفيش حد بيروح اوروبا يلا ما يشوف الويند ميلز. المانيا بتنتج في سنه 2012 اكثر من 20 جيجا وات من طاقه الشمس. ماشي. كويس؟ فانا اللينك مش شغال بس انا كنت هجيب لكم الفاكت على الموضوع ده. اوكي. دلوقتي المشكله مع الطاقه الشمسيه ايه؟ او طاقه الرياح ان هما فاريبل. الشمس موجوده بالليل مش موجوده، موجوده الصبح مش موجوده بالليل. الكلام ده اتحل ازاي؟ بالالكتروليسيس اللي درسناها في اعدادي. تحليل كهربائي للمية. كويس؟ لا مؤاخذة فين أنا مش عارف أتحرك في ال عايز أطلع من ده. لا مش عايز أطلع، عايز أطلع من دي. هو ممكن يركب المستوى. فدي نظرية الإلكتروليسيس و الهيدروجين ده يو كان ستورد اند يوز ات لما يكونش في شمس او رياح. يو كان ستورد باكثر من طريقه وك استراتيجيك ستور. مستر الهيدروجين ان هو هي از لينكينج كل التشين. تاخد من الرينيوبل كويس؟ تاخد من الرينيوبل تخش على الالكترولايزر ستورج يتخزن تحت الارض، تخش في هيدروجين فيول سيل تطلع كهرباء، ممكن تعمل له انجكشن في الهيدروكربون جريد، ممكن توديه للصناعه، ممكن توديه وقود للعربيات، ممكن مع CO2 تطلع منه الميثين. فالهيدروجين رابط كل الصناعه. الامونيا بدل ما تاخد هيستخد هيدروجين من الكلام ده. الريفايناي بدل ما يبني ستيم او فورمينج فور هيدروجين ياخد من الكلام ده. الباور جنريشن تاخد من الكلام ده. بدل ما تاخد كميات كبيره من الغاز الطبيعي. كويس؟ دي بقى رابطه تانيه برضك بتاكد الكلام ده. ادي الرينيوبل
على الالكترولايزر والهيدروجين في النص وبيروح لكل حاجه. ممكن يرجع الفيول سيل ويرجع كهرباء. كويس؟ العالم المتقدم ماشي كده. كويس؟ الكلام ده ظريف جدا. Natural resources, sun, wind, sea water. Abundant. مفيش حد هيتخانق عليهم. مش هيخلصوا لغاية يوم القيامة بإذن الله. كويس؟ التكنولوجي اللي أنت عايزها إيه؟ Solar PV أو wind mills. Well established وموجودة في كل العالم. الإلكتروليسيس دي إحنا كان عندنا واحدة من أقدم الوحدات. دلوقتي الديفلوبمنت بتاعتها والمانيفاكشن بتاعتها ماس برودكشن از جوينج لايك روكت. الهيدروجين فيول سيل ده في الابلكيشن سايت موجوده وبتشغل لا مؤاخذه عربيات وبتشغل قطارات وبتشغل لا مؤاخذه طيارات وبتشغل محطات كهرباء. يبقى عندك هيدروجين موجود ممكن يخش في كل حاجه. كويس؟ يقول لك هيدروجين از يونيفرسال سوليوشن. البلاد المتقدمة اليابان ألمانيا كاليفورنيا خلاص قالوا الكلام ده وماشيين فيه بسرعة كبيرة جدا. كويس؟ ده بقى بريف على جابان استراتيجي رود ماب. عايزين يوصلوا في الأولمبياد. الأولمبيك فيليج دي هتبقى شو كيس للهيدروجين. عربيات بتتملي بالهيدروجين كذا الفيليج اللي هي الاولمبيك فيليج. وبعدين داخلين في الباور جينيريشن وداخلين لارج سكيل. كويس؟ ده البرايم مينستر بتاع اليابان ويقول لك هيدروجين از از امبورتنت از رينيوبل انرجي. هيمشوا هاند ان هاند. كويس؟ وعايزين يستوردوا 10 مليون طن بير يير. كويس؟ ده السبلاي تشين اللي هي ديفلوب كاوزاكي. صغير جدا ان هي ان هم هيستوردوا هنا هيدروجين رينيوبل من افريقيا اللي هي السولار او ويند مع الكتروليسيس. كويس؟ فيري سمبل تكنولوجي. من خبرتي ال 45 سنه ما شفتش مو سمبلر ذان ذس. كويس؟ واذا ما دخلناش في الموضوع ده احنا مش لوحدنا اللي على الحجه، كذا واحد هيخش في الكلام ده. ده ال ويل بي كوميشن نكست يير. هم جايبينه من استراليا وهيستوردوه بمراكب لليابان بس من براون كول جاسيفيكيشن. وامريكا بتعمل واحد زيه. بيحل الكل لان اكبر احتياطي مؤكد موجود في العالم هو البراون. بيقولوا هيعيش 150 الكول بس ده نوت انفايرمنتالي ساوند. بيضطروا يبنوا حاجه اسمها كربون كابتشر ستورج ان هو لازم ياخد السي او 2 كله ويحقنه تحت الارض في ريزرف. انت في الرينيوبل والكلام ده ما عندكش الكلام ده. ده المراكب اللي هتنقل ليكويد هيدروجين دي اللي هو اللي هتشتغل في 2001 وافتر كوميرشاليزيشن ديت البيج وانز. ف 2001 هتشوف دي شغاله ما بين استراليا واليابان. كويس؟ دي اسعار اللي هي البدايه. استراليا استيميتد ان هي هتبقى 26 دولار. جات النرويج قالت 21 دولار بمليون بي تي يو. كويس؟ احنا لو طلعنا من السولار بي في ممكن نخش دلوقتي ونوصل ل 19. ليه؟ لان مش هحرق فحم ولا عندي كابل كابتشر. فهتشيل الاسعار دي. هتلاقي العمليه انك انت يو كان كومبيت. يو جيت تو ذا يابان اند فيري كومبتيتيف برايس. ده الاستراتيجيه السمري بتاعت البيزك استراتيجي بتاعت اليابان. كويس؟ الظريف هنا بيقول لك ايه؟ ان هو في 2030 في اولها هيوصل 17 ين بكيلو وات. بعد كده هيوصل ل 12. عايز يوصل ل 12 اللي هو زي ال ان جي الامبورتد.
طبعا لو ال ان جي زاد السعر انتهت، يبقى الهيدروجين هو الكسبان. كويس، ده بتاع 10 سنت في كيلو وات في اليابان. احنا لو عملنا الكلام ده الكهرباء بتاعتنا هتبقى ارخص. ليه؟ ما عنديش، مش هصدر ليكويد هيدروجين، هستخدمه وزن ال، فانت هتوفر كتير قوي في الكلام ده. فعند the application side, hydrogen fuel cell market have been commercialized across the value chain. سواء cars, buses, trains, power generation. ده حجم الانفستمنت بتاعت اليابان الفوركاستد في سنة 2030 وسنة على الهيدروجين فيول سيل بس. ده الفكرة بتاعت اللي هي عكس الالكترولايزر. هيدروجين مع اكسجين هيطلع لك كهرباء ومية. يعني في اديشنال بينفيت انك هتاخد مية. وفيري كومبتيتيف كويس. دي بقى ده سب بيزكس، ودي المراية، دي اللي هي العربية دي اللي طلعوها في سنة 2014 كوميرشاليز، وكان وراها صحح ديفلوبمنت حوالي 20 سنة. وده التراك. العربيات ممكن تنافس عليها البطاريات، انما لما تخش من هيفي تراك جاي من اسكندرية رايح أسوان لا يمكن تكون بطاريات. Once you go to Giga, once you go, it is gonna be hydrogen. The buses, the train, دي محطات. دي بقى بيقول لك ايه في المؤتمر اللي جاي 10 مليون عربية will be on working within the next 10 years. وهيبنوا 10,000 محطة تملى هيدروجين. اوريدي كاليفورنيا قالت الوقود هيدروجين للترانسبورت. اوروبا اعلنت خلاص هيدروجين، مش انا. اليابان it is the dream of their society, it is hydrogen. ده تقريبا المحطات اللي موجوده في المانيا في سنه 2018 دي شوتنج ل 400 and is going like rocket. دي الوحدات الصغيرة عشان البيوت وعلشان الفنادق. كويس؟ ده world largest fuel cell موجود في كوريا شغال بالهيدروجين. كل وحدة بتنتج 2.8 ميجا وات. وشغالين على الاب سكيل. فيها 21 وحدة شغالة. ده الكوست ريدكشن اللي بيحصل بالهيدروجين فيول سيل. الديفلوبمنت از جوينج لايك ريكورد. شوف نزلت من كام وصلت لكام. ده بقى حاجه شويه كده. احنا لو هننتج 100 او 135 او 50 محتاجين لمؤاخذه كميه غاز كبيره. فانا بقول حقل الزهره ده مش هيكفي. لو هنوصل لل 135 احنا محتاجين 7 اكتشافات زي حقل الزهره. لو قلنا 50 الفاتورة بتاعت الوقود 25 بليون دولار كل سنة، مين هيتحمل الكلام ده؟ لو خدتها بقى من الشمس والهواء والمية هتوديها فين؟ هتفضل الفلوس جوه البلد، هتقدر تبني بيها. المين تكنولوجي بقى اللي هي البراون كول والستيم ميثين، دول الاولد تكنولوجي. انما السولار والويند هم اللي ايه؟ بيكتسبوا. هديلكوا هنت شويه على الكوست. ده ناشونال رينيوبل لابوراتوري بتاع يو اس اي بيقول لك الكوست بتاع الهيدروجين از فانكشن اوف ذا الكتريستي. فانت لما تاخد الكتريستي من الرينيوبل وتوصل ل 2.5 سنت باي كيلو وات، انت هتوصل تقريبا لواحد ايه؟ واحد ده تقريبا شوف هتبقى بلو 1.5 فور اتش كيلو جرام.
يعني انت فيري كومبتيتيف للال ان جي لو كان عند 10 دولار دلوقتي بقى فيري كومبتيتيف لل6 وال7 دولار اللي هي بتاعت الناتشورال جاز. ده بعدك اللي هي الاستراتيجي اللي هم بتقول لك انا هيكون عندي 800 ألف تراكس فيكلسيز في ما بين الرينج ما بين 2010 2030. هم عندهم دلوقتي 40 ألف كويس. بيتكلموا بعضك على الباور جينيريشن، بيتكلموا على انتجريتد ديفلوبمنت انتجريتد هيدروجين سبلاي تشين، وحاطين افريقيا ان هم هياخدوا الهيدروجين بالرينيوبل لان فيري كومبتيتيف لاول اذر مينز. ده شويه على البرايسز، انا مش هعلق ان نجيب ان وصل 18 او 17 لما كان كذا. دي حاجه ظريفه جدا. هنا قارن الستيم ميثين ريفورمينج اللي هو موجود في الامونيا يوريا او موجود في الريفاينري، وهنا ابتدى بالهيدروجين بالالكتروليسز والسولار بي في. لما اتنقل من هنا لهنا عمل ايه؟ ضاعف الكابيتال انفستمنت عشان ما يشغلش السولار بي في غير الصبح عشان ياخد الكهرباء ب 2 سنت او 1 سنت. فنزلت الكوست بتاع برودكشن اوف هيدروجين للكلام ده بكيلوغرام، وده الكوست بتاع الستيم ريفورم تقريبا 2 دولار بكيلوغرام عند برايس الجاز حاليا 3 دولار. هو بيقول لك بقى الديفلوبمنت هتجيبني هنا. حتى لو كانت الكوست بتاعت الغاز 3 دولار ذس ويل كويس. فانت ممكن تدخل الغاز ده في كل حاجه. هيدروجين ده محطه صغيره بتبناها بيبنيها توشيبا في يوكوشيما، رينيوبل الكتروليسيس هيدروجين ستورج، ويطلع فوق يا هيدروجين فيول سيل يا موبيليتي يا صناعه. دي بقى حاجة اليابان بتفكر ان هي تستخدم المحيطات ويحطوا ويند ميلز فيها لان الرياح قوية، ويبني بلاتفورم، يبني بلاتفورم ياخد مية البحر يعمل لها كوفيكيشن الكتروليسيس ويضغط الهيدروجين وينقله لايه؟ اليابان. طبعا انا مش هحط حاجة في المحيطات ولا بتاع، انا عندي الصحراء عندي الارض موجود كويس، والكلام ده will be a cost. ده بقى حته شويه صغيره بس ايه، اتمنى ان انا ما اتكلمش فيها كتير. الاويل بروزيف از عندنا يعني كونتينيو تو سبلاي، الفحم ما عندناش. الجاز يعني الحمد لله احنا لقينا حقن الظهر كويس، بس بعد كده اذا قعد الكونسومشن تزيد وعندنا بروف ذا ريزيرف الوضع هيبقى فيري كريتيكال. دي هتقول لكم ازاي. ده الاحتياطي بتاعنا بعد ما لقينا حقل الظهر طلع لكده كويس. فبعد الحقل الظهر خد بالك ده تريليون بتحولهم لترليون كوبيك فيت يبقى كده، ده متر كيوب تريليون. قول 70، لما تيجي تقسم 70 بقى على 4.7 بليون تطلع هيعيش 36 سنة. بس احنا دلوقتي طلعنا ل 8، هتلاقي الحقول اللي عندنا دي مش هتعيش غير تقريبا 21 سنة. لو طلعنا ل 16 10 سنين لا مؤاخذة انتوا كلكم هتشوفوا الكلام ده، وممكن نحصل مشاكل في 4-5 سنين ونبتدي نستورد تاني. طب وليه؟ ما احنا عندنا صن وعندنا جو ايديال للريديوبل انرجي وعندنا مياه البحر ما شاء الله كويس. وهنا بقى في حاجه لا مؤاخذه، هنا انت دي بي بي ستاتستيكال ريفيو، لا مؤاخذه دي بي بي ستاتستيكال ريفيو، خش ليه بتدي لكل العالم كويس. البروف ذا ريزيرف اللي انت عارفه اللي موجود تحت ايدك، فلوس في البنك، مش يقول لك بقى انا هلاقي هنا وهلاقي هنا وهلاقي هنا. انت لازم تتكلم على ارض الواقع. ابويا يقول لي اعمل حسابك اللي في جيبك،
مش اللي جاي بعد سنة ولا سنتين ولا الكلام ده. ده بعض التأكيد على إن الكهرباء بتاخد 60%، هنحتاج الكميات دي. لو وصلت الخمسين جيجا بس أنا هكون محتاج 25 بليون دولار كل سنة فاتورة كهرباء. لو مشيت بالطاقة المتجددة والهيدروجين هوفر ده. لا يمكن أصرف 25 بليون دولار كل سنة على الطاقة المتجددة، وهتصرف علينا مش على لا مؤاخذة واحد داخل معايا شريك وكذا وكذا. كونكلوجن رينيوبل، أنا بس هقول لكم إيه، أنا لأن دي متعادة وهذا الاجتماع اللي بيجتمع فيه الناس اللي هم الكبار أو بيناقشوا فيه الحاجات دي كويس. شوف الإحلال التدريجي ثم الكلي بعرفين الغاز الطبيعي بالهيدروجين كوقود في إنتاج الكهرباء والنقل. أي حاجة تتقادم، أي حاجة زيادة المفروض نخش على الطاقة المتجددة بالهيدروجين. ليه؟ بوفق لو وصلت لسنة 2040 وعندي 50 جيجا وات فاتورتها 25 بليون دولار وقود. البيت فيه التواصل في معامل التكييف ومصانع الأسمدة. كل ما بوفق في الغاز، الغاز هيعيش معايا أكتر. وهقدر أتفاوض مع أي حد بقى. كويس؟ التضافر في إدخال الوسائل النقل. زي ما أنت عايز بقى، عايزها تدخلها في القطارات، عايزها تدخلها في الباصات، عايزها زي ما أنت عايز. وبعدين في احتمال آخر إنك تصدى الهيدروجين. فيري أتراكتف. يبقى أنت لا مؤاخذة بتوفق في الغاز وقاعد لا مؤاخذة بت ها؟ وممكن تصدى له كطاقة متجددة. يعني مش عايز اقول لكم بقى على الفوائد وانا اكتفي بهذا. في كم فيديو هنا زراف بس ما مش عارف افتحهم، ف هديكم حاجه على هناخدهم هناخدهم بعد اذن حضرتك وهنشرهم على الويب سايت مع البرزنتيشن بتاعتك. اتفضل. شكرا دكتور الصاوي على هذا العرض الممتاز. Last speaker, Sharif Said Hassan, the senior process engineer at MP, chemical engineer, 12 year experience in process engineering at MP. The paper subject is integrated refinery system optimization.